احنا هنتكلم النهارده على الاستابيليتي. طبعا الاستابيليتي مهمه قوي لدراسه استقراريه النظام. وطبعا احنا هنتكلم على الديجيتال كنترول سيستم، هنتكلم بالاكثر على الاستابيليتي في الزد ليه. طبعا معادله السيستم او الكلوز لوب عندنا، لو عندنا سيستم بالشكل ده حضرتك اهو، عندنا الايرور هنا طبعا بعد السويتش ده، بعد السامبلر ده تبقى اي ستار. طبعا هنا زيرو اوردر هولد، والجي واحد هنا ده البلانت، ده زيرو اوردر هولد. الاثنين دول بضربهم في بعض، بعد كده بطلع الاوت. الاوت هنا برجعه بالفيدباك، هنا بحط الاتش اوف اس، يعني اتش اوف اس اوف اس، كل ده اوف اس حضرتك تمام. وراجع هنا مفيش غير سويتش عند الايرور بس. فالمعادله بتاعت الكلوز لوب ده، كلوز لوب اللي هنا ده، معادلته بتبقى بالشكل ده. دي المعادله بتاعتنا بتاعت الكلوز لوب، اللي هو سي اوف زد على ار اوف زد تساوي جي اوف زد. خلي بالك الجي هنا عباره عن الزيرو اوردر هولد مضروبه في الجي واحد، بعد كده بجيب لهم الزد ترانسفورم على واحد زائد الجي في الاتش مضروبه الاول، بعد كده احولها للديجيتال فورم اللي هو اوف زد تمام. ده الكلوز لوب. باخد المقام عشان ادرس الاستابيليتي، باخد المقام عندنا، المقام اللي عندنا ده باخده بسويه بالزيرو تمام حضرات. المقام عندنا لما بسويه بالزيرو كده انا بجيب البولز بتاعت السيستم. بجيب ايه؟ بجيب البولز بتاعت السيستم. لما بجيب البولز في الزد دومين لازم البولز حضرات المودلس بتاعها تاني، البولز بتاعتنا او يطلق عليها الكلوز لوب بولز او الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. يبقى الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن هي دي، او دي عباره عن كلوز لوب بولز بتاعت مين؟ السيستم. عشان يبقى ستيبل لازم بيقول لك ان بولز كلها تبقى تحت جوه اليونت سيركل، جوه اليونت سيركل في الزد دومين. بمعنى ان مودولس زد لاي جذر لازم يبقى اقل من واحد. لو البولز مودولس زد بتساوي واحد، بتاعت البولز كلها قيمتها كمجنتيود بتساوي واحد، او اي جذر فيها بيساوي واحد، يعني هنا كل الجذور اقل من واحد. هنا اذا كان احد الجذور قيمته بتساوي واحد، واحد او سالب واحد، يعني انا بتكلم عن المودولس، المودولس بتاعي بالتالي بيطلق على السيستم ايه؟ مارجينالي ستيبل، يعني هو يبقى متذبذب بيعمل اوسيليشن تمام. حتى لو البولز بتاعتي كومبلكس، لو كومبلكس دومين لازم اجيب المودولس زد. المودولس زد اللي هو الريال تربيع، لو كانت كومبلكس الريال تربيع زائد الماجينري تربيع، القيمه دي لو جبت المودولس بقت اقل من واحد يبقى السيستم ستيبل. لو القيمه اللي انا جبتها دي كمودولس تساوي واحد يبقى السيستم ده يبقى كريتيكال او مارجينالي ستيبل، لان القيمه تقع على واحد، اللي قلنا لازم يبقى جوه السيركل، طول لما وقع على السيركل يبقى مارجينال ستيبل. طب لو عندي جذر واحد، لو عندي جذر واحد من الجذور كلها على اليونت سيركل على المحيط، يعني قيمته المودولس بواحد، جذر واحد يبقى السيستم مارجينال. طب لو اكتر من جذر، اثنين ثلاثه اربعه مالتيبل بولز، لو الجذور مكرره قيمتها بتساوي واحد يبقى السيستم على طول يبقى ان ستيبل تمام. طيب لو مودولس زد، لو مودولس زد لو مودولس زد عندي اكبر من واحد يبقى السيستم ان ستيبل خلاص. طيب بص معايا كده، الفوق دي ان قلنا مودولس زد اقل من واحد او اكبر من واحد او يساوي واحد، قلنا القيم دي جت من فين عشان اعرف السيستم ستيبل ان ستيبل؟ لما عملنا مابينج بين الزد والاس، بين الاس بلين والزد بلين. الزد اصلا بتساوي اي اس سالب، الزد بتساوي اي اس تي اس تمام، والاس بتساوي سيجما زائد جي اوميجا. خلي بالك دي جي اوميجا وليس جي دبليو، اعوض على الاس فوق هنا يبقى تي اهو سيجما زائد جي اوميجا، هفك دي يبقى اي اس سيجما تي تي مضروبه في تي تي جي اوميجا تمام حضرات. طيب انا لما اجيب المودولس بتاع دي، مودولس الزد هنا، مودولس الزد هنا ب
بتساوي مودولس القيمه دي، مودولس القيمه دي اللي هي دي. خلي بالك المودولس بتاع الاكسبوننشال مهما كان الاس اكسبوننشال دايما قيمته بالموجب، يعني دايما احنا التي موجب والسيجما موجب او سالب، دايما الناتج دي موجب، دايما يبقى موجب يبقى سيجما. المودولس بتاع دي حضرات اي اس تي جي اوميجا ثم الاس في جي، المودولس بتاع الاكسبوننشال ده اصلا بواحد، يبقى المودولس ده على طول يدينا القيمه دي. تمام، ركز معايا كده. لا التي دايما موجب، تي دايما موجب، السيجما ليها قيمتين، يا اما موجب لان الاس بتساوي سيجما زائد جي اوميجا. تمام، السيجما مره ممكن تبقى موجبه او مره تبقى سالبه، زائد جي اوميجا، الاوميجا عندي تبقى موجبه او سالبه مش هتفرق. اللي بيفرق دايما جزء مين الريال، ليه؟ في الاس بلين ادي عندي الجي اوميجا اهي وانا عندي السيجما. لما تبقى السيجما موجبه، لما تبقى السيجما موجبه، سيجما جزء الريال يبقى الجذور ناحيه اليمين، لو الجذور ناحيه اليمين طول ما السيجما موجبه يبقى السيستم انستيبل. لو السيجما عندي سالبه يبقى سالب السيجما سالبه، سالب 2 سالب 3 فهيبقى ناحيه الشمال، فالقيمه موجب وسالب جي يعني ايه؟ كونجيجيت، يبقوا الجذرين كده هنا. لكن لو السيجما موجبه الجذرين هنا يبقى انستيبل. لو السيجما سالبه، لو السيجما سالبه ناحيه الشمال يبقى ستيبل. طب لو السيجما بزيرو يبقى على الجي اوميجا، يبقى ده مارجنال ستيبل او كريتيكال ستيبل. خلاص؟ طيب تعال كده، لما تبقى عندي مودلس زد بتساوي اي اس سيجما، لما سيجما بتبقى سالبه، لما سيجما تبقى سالبه حضرات هتبقى ناحيه الشمال، لما سيجما تبقى سالبه ناحيه الشمال يبقى في الاس دومين السيستم ستيبل. طب في الزد دومين هتبقى السيجما دي سالبه، فهتبقى سالب 2 تي مثلا، فبقلبها تبقى 1 على اي اس تي 2. القيمه دي دايما يا حضرات قيمه اكبر من واحد، دايما قيمه الاكسبوننشال دي اللي هنا دايما قيمتها اكبر من واحد، فهتبقى 1 على قيمه اكبر من واحد، 1 على 2 3 5 6، فالناتج المحصله دي يبقى اقل من واحد. لو مودلس زد يبقى اقل من واحد يبقى في الليفت هاند سايد في الاس دومين، في الليفت هاند سايد في الاس دومين اللي هو وقتها السيجما مين؟ لما تبقى السيجما نيجاتيف. خلاص؟ طيب يبقى السيستم ماله؟ يبقى ستيبل. يبقى في الاس دومين عندي ناحيه الشمال، لكن لو انا رسمت في الزد دومين هرسم دايره، الدايره دي حضرات الماجنيتيود بتاعها واحد، يعني ده واحد والارتفاع ده واحد، واقف في المركز كده واعمل دايره. طول ما السيجما عندي في ناحيه الشمال هنا هنلقى الجذور لو جبناها في الزد دومين مودولا زد اقل من واحد يبقى قيمته دايما اقل من واحد، يبقى جوه الدايره. طول ما جوه الدايره يبقى السيستم عندي ستيبل في الزد دومين، في الزد دومين السيستم ستيبل. طب لو عندي سيجما موجبه اي اس تي سيجما موجبه وتي موجبه، يبقى القيمه دايما دي موجبه، هات اكسبوننشال لاي قيمه موجبه هتبقى دايما اكبر من واحد اهي. القيمه دي اكسبوننشال دايما المودولس يبقى اكبر من واحد. خلاص؟ ده حاله مين؟ ان السيجما عندي موجب. فلما السيجما تبقى موجبه السيستم ناحيه اليمين انستيبل، هنلقى هنا مودلس زد عندنا اكبر من واحد يبقى بره الدايره. دايما لما يبقى مودلس زد اكبر من واحد دايما يبقى القيمه اكبر من الدايره فتبقى بره الدايره، وقتها السيستم يبقى ايه؟ يبقى في الاس دومين رايت هاند سايد، يبقى وقتها بره الدايره يونت سيركل، وبالتالي السيستم يبقى انستيبل. حلو قوي. طب لو السيجما بزيرو، لو السيجما بزيرو قلنا المودلس زد بيساوي اي اس زيرو، مودلس زد بيساوي اي اس زيرو، اي اس زيرو قيمتها واحد. لما مودلس زد بتساوي واحد اي جذر من الجذور لما يبقى هنا على الدي اكسس هنا جذر يبقى السيجما بزيرو، يبقى وقتها المودلس زد بواحد، يبقى وقتها الجذر يبقى على الدايره. طول ما في جذر واحد على الدايره يبقى السيستم كريتيكال او مارجنال ستيبل. يبقى لو في جذر واحد موجود على الجي اوميجا يبقى السيستم مارجنالي في الزد دومين، لما جذر واحد يوجد على الدايره يبقى السيستم يبقى مارجنال. تمام؟ تاني عايزك تاخد بالك ان طول الجذور، الجذور كلها لو موجوده جوه الدايره يبقى السيستم ده ستيبل، لازم الجذور كلها. خلاص؟ لو انا رسمت كده والدايره ولقيت الجذور كلها، الجذور كلها جوه الدايره يونت سيركل، جذر واحد فقط على اليونت سيركل، جذر واحد فقط يبقى ده مارجنال. خلاص؟ اما ده ستيبل. تمام؟ لو انا برسم كده ولقيت الجذور كلها جوه الدايره وفي جذرين على اليونت سيركل نفسها قيمتهم بواحد، المودلس بتاعهم بواحد،
يبقى وقتها ايا كان قيمتهم هم على المحيط يبقى السيستم ده انستيبل. لو انا برسم لقيت كل الجذور جوه، جذر وحيد بره، جذر واحد بس كفيل ان يخلي السيستم انستيبل لو بيقى بره، يبقى السيستم انستيبل عشان ايه؟ الجذر بره. خلاص؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للجزيئه دي. يبقى الهدف دلوقتي ان احنا نجيب المعادله. هنروح نشوف سيستم زي ده في السيل عندنا. الاتش هنا بواحد، اتش هنا بواحد. فانا هعمل ايه؟ بص حضرات السيستم اللي قدامك اهو بيدرس الاستابيليتي. اول حاجه الجي واحد مدهاني بواحد على اس اس زائد واحد. الزيرو اوردر هولد دي معادلته معروفه. تمام؟ ده المعادله اللي قدامك. دي في دي هي الجي، يبقى جي اوف زد اللي هي دي في دي. تمام؟ على واحد زائد اتش في جي، الاتش هنا بواحد يبقى اتش في جي اللي هي ايه؟ واحد في جي تبقى عندك جي بس وزد. تطلع دي المعادله عندك، ده بتاعت الكلوز دي. خلي بالك في سويتش على الايرور فقط. اي سويتش في اتنقل في اي حته المعادله دي بتتغير. طب الجي عندنا الزيرو اوردر هولد في الجي واحد، دي الجي بتاعتنا. يبقى الجي عندنا الزيرو اوردر هولد في الاس دومين اضربها في الجي واحد في الاس دومين. لان بص دي اس دومين اس دومين اضربهم الاول وبعد ما اضربهم اجيب لهم الزد دومين. طيب الجي اتش جي هولد تبقى واحد ناقص اي اس سالب تي اس على اس، دي معادله محفوظه. دي واحد بعوض عليها من فوق بس مش هعوض دلوقتي. الاس اللي هنا دي بدخلها جوه هنا مع دي تبقى في المقام. حلو؟ واحد ناقص تي اس سالب تي اس، الواحد نزلت زي ما هي الزد دومين لان دي في التايم دومين في الاس دومين سوري. خلي بالك المعادله دي في الاس دومين، في الاس دومين. خلاص دي في الزد دومين او الزد ترانسفورم. فالواحد في الاس دومين بيرجع في الزد دومين بواحد. اي اس سالب تي اس، اي اس تي اس في زد مرفوع الاس سالب واحد تنزل باس سالب واحد. تمام؟ بدي اتقابل المعادله لان الواحد ده امبلس المفروض احول من دي لدي للتايم دومين، يعني الواحد في التايم دومين هو امبلس سيجما والسيجما اجيب لها زد تبقى بواحد. ودي عوض عن اي اس تي اس في زد. ما تغلطش، اوعى حد يقول لي الواحد اللي هنا دي معادلتها زد على زد ناقص واحد، غلط. خلاص؟ طيب لان في اس في المقام هنا المفروض تبقى واحد على اس. خلاص؟ واحد على اس باليونت سير باليونت، اليونت في التايم دومين بترجع هنا عندنا مين؟ بالمعادله. المهم ف هندخل الاس هنا فبتبقى بالشكل ده. خلي بالك الترم ده في الزد دومين ده لوحده. معنى الترم ده، الترم ده جي واحد على اس، يبقى عندنا الجي بواحد على اس زائد واحد اقسمها كمان على اس تبقى ايه؟ اهي اس على اس زائد واحد اس تربيع لان الاس ضربت في اس زائد واحد. طبعا دي عشان اجيب لها الزد لازم احولها للتايم دومين تاني. المعادله دي خلي بالك ممكن الجي تتغير، لو اتغيرت نفس الطريقه تاخد الجي تتقسمها على اس، والمعادله الاولانيه واحد ناقص زد ناقص واحد. اس تربيع في اس زائد واحد دي بستخدم كسور جزئيه عشان احولها للتايم دومين، بستخدم كسور جزئيه. ايه ده؟ جزء مكرر يبقى اس تربيع. عندنا الـ هنا الاس برضه ثابت، اس زائد واحد سي، بتجيب الاي والبي والسي زي ما اتعلمنا في الاس دومين في اللابلاس. ده اس تربيع، يبقى ادي المعادله اللي فوق اهي، ابتدي اشوف المعادله اللي تحت. اس تربيع يبقى اشيل اس تربيع من فوق، ضل واحد على اس زائد واحد اهي، واقول اس تقول لي زيرو، اس تقول لي زيرو، اعوض فيها هنا تطلع لي القيمه بواحد. عندنا كمان الاس ده مكرره، خلي بالك بدات بس تربيع اس. الجذر الاس ده عندنا هو بياخد المعادله اللي فوق دي بيفاضلها. زي ما اتعلم ارجع لفيديوهات الجزئيه دي فيها جذور مكرره، خلاص؟ هو بقسم بره على واحد على مضروب واحد، لما اس تقول لي زيرو نفس المعادله اللي فوق بس بفضلها.
زي ما اتعلمنا في الجذور المكرره في الاس دومين، فضلتها اعوض هنا الاس بزيرو تطلع بسالب واحد. خلاص؟ ومعانا كمان اس زائد واحد هنا، الثابت بتاعها سي اجيبه ازاي؟ يبقى اشيل من فوق اس زائد واحد يفضل واحد الاس تربيع. اعوض فيه اخد المقام ده اسوي بالزيرو، يبقى اس تقول لي سالب واحد. اعوض اجيب الواحد. طبعا جبت الاي والبي والسي، ابتدي اعوض عنه. ده كله عشان اوصل لمعادله الكلوزد لوب. تمام؟ جبنا الثوابت. ركز معايا كده. تعال نجيب الزد دومين، يبقى ادي القوس الاول زي ما هو، انا بجيب الزد دومين حضرات او زد ترانسفورم. واحد على اس زائد واحد دي في التايم دومين اي اس سالب تي، لان موجب واحد اخدها بعكس الاشاره سالب تي. اي اس سالب تي في الزد دومين ده اكسبوننشال، اكسبوننشال تبقى زد على زد ناقص سالب زي ما هي. بص زد على زد ناقص اكسبوننشال دي في الزد دومين اصلا دي بتساوي اي اي اس سالب كي تي. كده شلت التي سمول حطيت كي تي كاب، بشيل الكي تفضل اي اس سالب تي كاب اهي، احطها هنا. تمام؟ واحد على الاس التايم دومين بتاعها بكام؟ واحد. في الزد دومين تبقى زد على زد ناقص واحد. واحد على اس تربيع في التايم دومين دي بتي، التايم دومين بالتي، التي حضرات دي بفكها في الديسكريت، ديسكريت عندي بتبقى كي تي كاب. كي تي كاب التي بنزلها زي ما هي، الكي الزد دومين بتاعها محفوظ، زد على زد ناقص واحد تربيع وادي التي بره. انا مسكت ده كله حولته في الزد دومين اهو. تمام؟ اي مشكله كده؟ هيبتدي ياخد الزد من البسط عامل مشترك، هيبتدي يخلي دي زي اهي، نزلها اهي، هيبتدي يوحد مقامات بعد التوحيد طبعا، لان ده تربيع في القوس اهو وفي الاكسبوننشال دي. هاخد التربيع بس مع الاكسبوننشال، لان زد ناقص واحد موجوده هنا اهي، يبقى التربيع في الاكسبوننشال بس، القوس المحتوي على اكسبوننشال. هبتدي اقسم ده على هنا يديني البسط، واقسم ده على هنا يديني البسط، واقسم ده على هنا يديني البسط، اجمع البسط مع بعض. بعد التجميع حضرات ما تنساش تضرب في واحد ناقص زد ناقص واحد بره، اللي هي دي فكتها، دي فكتها اصلا بزد ناقص واحد على زد. خلاص؟ هتبقى زد اللي هنا طرف مع زد اللي هنا. يقول لك زد ناقص واحد اهي. وتلخيص دي فوق. فابتديت ايه؟ خلصنا هنا المعادله، تبتدي تخلصها، خلصها تخلصها. هو بيقول لك التي بواحد سكند. همديها لك في المساله فوق، ان التي واحد سكند، هو في الغالب اديها لك، ممكن هنا يجي يكتب لك كده تحت السويتش ده تي، يكتب لك واحد سكند. يعني بعمل سويتش كل واحد سكند، ده مين؟ السامبلنج بيب او السامبلنج بايب. خلاص؟ بعد عن عوضت التي بواحد هنا، القيمه اللي بيديها لك هنا المعادله دي بعوض عن التي يعني. عوضت طبعا بعد التعويض طلعت عندي بالشكل ده في المعادله دي. خلاص؟ طيب. ما تنساش معادله الكلوز لوب، انت جبت الجي. ركز معايا، ادي المعادله جي على واحد زائد جي. فين المقام؟ ده المقام عندنا حضرتك. المقام ده اللي هو هاخده، المقام ده هاخده واسويه بالزيرو. المقام ده هو اللي هاخده واسويه بالزيرو عشان اجيب معادله مين؟ اجيب الجذور او الروتس بتاعت الكاركترستيك اكويشن. خلاص؟ طيب بص كده، هاخد المقام اسويه بالزيرو اهو. عندنا الجي من فوق، عوض عن جي، عوض بعد التعويض هيرجع تاني واحد مقامات. خلي بالك لما يضرب في واحد كده زائد البسط تطلع بالشكل ده على المقام اهو. تمام؟ المعادله دي كلها بتساوي زيرو، اخد مين اللي بيساوي زيرو هنا؟ اخد البسط بس واسويه بالزيرو. ما يبقى عندي معادله بالشكل ده، بسط ومقام بيساوي زيرو، اخد البسط بيساوي زيرو. يبقى الكاركترستيك ايكويشن
بتاعت الواحد زائد دي اوف دي اوف زد بتساوي زيرو. خلي بالك واحد زائد دي اوف زد بيساوي زيرو، ده بتاعت البلوك بس، يعني ممكن تبقى اتش دي اوف زد، المعادله دي مش ثابته خلاص. المهم ان المقام بيساوي زيرو. اخد البسط ده، لما اخد البسط حضرات، لما اخد البسط اللي هنا ده واحلله، ده البسط عندنا تمام، هناخده نحلله ونشوف القيم بتاعه. لما حللناها طلع قيمتين، الاثنين كومبلكس خلاص. ادي القيمه وادي القيمه. طبعا هنا بجيب المودولس، المودولس بتاع زد واحد وزد اثنين، باخد الريال تربيع، المودولس بتاع دي، المودولس بتاع زد واحد يساوي جذر تربيع نص تربيع زائد اللي هو مين؟ imaginary تربيع. بس حضرات لما اخد القيمتين دول واجيبهم الجذر تطلع ب 79%. خلي بالك طول ما هم كونجيجيت، لو جبت موديل زد 2 برضه هيبقى نفس الماجنيتيود. هات موديل زد 2 بنفس الطريقه، خد دائره تربيع والسالب القيمه دي ربحها، بعد كده اجمع هيطلع برضه 79%. القيمتين دول المودلس بتاعهم اقل من واحد، طول ما هم اقل من واحد، خلي بالك مش اقل او يساوي، لا اقل، يبقى طول ما الاثنين اقل من واحد يبقى ستيبل، لان القيمتين اصلا القيمتين لو رحنا حبينا نرسم الدايره هيبقى عندنا نص وستة من عشرة، يبقى اتحرك نص وستة من عشرة، ادي الجذر الاول اهو، الثاني نص وسالب ستة من عشرة اهو. خلي بالك انت شغلت زد دومين جوه الدايره، يبقى الستة من عشرة اهي، وادي النص تبقى اقل من مين؟ الدايره. طبعا ممكن يعني بدل ما ترسم دايره وبتاع بتجيب المودلس مباشره عشان تعرف ده، لو حبيت امثل الجذور يبقى هنا القيمه دي نص والقيمه دي 6.18 خلاص. طبعا هنا انا جبت المقام، المقام خدته حللته، لا ممكن ما اخدوش احلله عن طريق مين؟ انت خدت خدت 1 زائد جي اللي هو المقام بيساوي زيرو، طلع معدل المقام، المعادله دي ايا كان هتطلع شكلها ايه بتاخدها تحللها؟ لا طبعا مش هاخدها احللها. في طريقتين لدراسه الاستابيليتي، في جيري تيست او جيري ستابيليتي خلاص، في الجيري ستابيليتي اهو، جيري ستابيليتي تيست ده جدول، وفي اكستنشن للراوس ستابيليتي تيست يطلق عليه باي لينير ترانسفورميشن. يبقى تاني جيري ستابيليتي تيست ده بيستخدم في الزد بلين، اما الاكستنشن راوس ستابيليتي تيست ده اسمه باي لينير ترانسفورميشن، بحول من الزد دومين للدبليو دومين وبجيب الاستابيليتي زي الراوس بس، يطلق عليه اكستنشن. وفي طريقه البونوف طبعا دي اللي بدرس بيها الاستابيليتي، دي خاصه اكتر في الستيت فاريبل فورم تمام. الجيري ستابيليتي تيست اول حاجه باخد المقام، قلنا الكاركترستيك ايكويشن حضرات بتاعت المقام بيبقى دي معادلتها. اول حاجه برتب، بخلي كل الباور بتاع زد موجب، اول حاجه بخلي كل الباور بتاع زد موجب. رقم اثنين برتب ترتيب تنازلي، او بحط كل المعاملات، يعني المعامل لو هنا زد اس ان مش موجوده لا بحطها، واحط المعامل بتاعها زي ده مهم عشان لما تحط الجدول خلاص. ببتدي اعمل ايه؟ لما اجي بعمل الجدول بكتب كده اهو زي ما قدامنا، ابدا من زد اس 0 لغايه زد اس ان، دي معاملات المعادله كاركترستيك ايكويشن، بحط المعاملات بتاع زد اس 0. يعني انت هنا في المعادله بادئ بزد اس ان، المعامل ايه اس ان يبقى يتحط في الاخر، بعد كده اللي قبله اللي قبله اللي قبله، يعني باخد المعادله المعاملات اللي هنا دي بالمقلوب، واللي مش موجود بحط مكانه زيرو، ده اول رو.
باجي الرو الثاني حضرات باخد القيمه اللي فوق اقلبها، الاخير يبقى في الاول واللي قبل الاخير يبقى الثاني وهكذا، والاول يبقى الاخير. عملت ميرور للصف اللي فوق قلبته تمام. اجي بعد كده تحت في الرو الثالث بفك ازاي؟ باخد العمود الاول مع العمود الاخير بفكه كمحدده، اجيب بي ان تمام؟ ده بي ان، اخد العمود الاول مع العمود الاخير بجيب بي زيرو كمحدده. باجي بعد كده باخد العمود الاول مع العمود اللي قبل الاخير بجيب البي واحد. باجي بعد كده باخد العمود الاول مع العمود اللي هنا بجيب الحد اللي بعد. بعد كده باجي اخد العمود الاول مع العمود الثاني بجيب الحد الاخير في الرو ده. بس هي هتلاقي هنا بص كده الرو ده وصل لهنا، يبقى اللي تحت منه ينقص واحد، ينقص عدد، يبقى العدد اللي هنا مش موجود خلاص. اجي الرو اربعه باخد القيم اللي فوق هنا علي. الاخير اجيبه هنا، اللي قبل الاخير اجيبه هنا، والاول يجيبه الاخير. ده عملت ميرور بس مش اكتر لي. نفس النظام اللي عملته فوق، نفس النظام اللي عملته فوق. نيجي كده العمود الاول مع العمود الاخير يديني الحد الاول محدده. خلي بالك العمود مع ده بفكه كمحدده. العمود الاول مع العمود اللي قبل الاخير يديني الحد الثاني. العمود الاول مع العمود الثاني، مع العمود الثاني يديني الحد الاخير هنا، يديني الحد الاخير هنا وهكذا. اجي بعد كده الصف ده اقلب وهكذا هكذا هكذا لغايه ما اوصل للرو 2 ان ناقص 3. ايه هي الان؟ هي قص الزد، اعلى باور لزد. الان هي اعلى باور لزد في المعادله، هي زد قص ان دي اعلى باور. اخد الان دي اضربها في 2 ناقص 3 هيديني الرو الاخير في الجدول. لما وقتها ابقى عارف الرو الاخير في الجدول من الباور بتاعت زد بتاعت المعادله. خلاص؟ ودي المعادله اهي زي ما انتم شايفين. تمام؟ ادي بي 0 وادي بي 1 وادي سي 0 وهكذا. اللي هو حسب عدد الروس كام؟ من ان ناقص 3. دي معادله ثابته. ده مين؟ ده الجدول. نروح للاستابيلتي كونديشن. الاستابيلتي كونديشن ثلاث هنشوف شروط الاستابيلتي. شروط الاستابيلتي ان عندنا المعادله، معادله اف في زد اللي هي معادله المقام اللي هي اف في زد وتساوي زيرو، اللي هي المعادله دي اللي كانت فوق، اللي هي دي اف في زد. شايفين المعادله دي؟ هي دي معادله المين؟ كاركترستيك ايكويشن. بعوض فيها بزد، بعوض فيها بزد بايه؟ بدرس الشروط دلوقتي بعد ما انا عملت الجدول. انا ما عملتش اي شرط دلوقتي. اول شرط ان انا اعوض عن زد بواحد لازم القيمه تبقى اكبر من زيرو. لازم اعوض في المعادله اللي فوق عن زد بواحد القيمه تبقى اكبر من زيرو. رقم اثنين الشرط الثاني، لو الان از ايفن يعني الان بتاعت الزد اعلى ان اعلى باور لزد لو كانت فرديه سوري زوجيه، زوجيه يبقى اف في سالب واحد لازم يبقى اكبر من زيرو. لو كانت ان فرديه 1 3 5 لازم اعوض عن سالب واحد في المعادله، لازم القيمه الداله تطلع مين؟ المعادله قيمتها تبقى اقل من زيرو سالب. رقم اثنين بروح للمعامل بتاع زد اس زيرو يعني الحد المطلق. حد المطلق الحضارات هنا في المعادله اللي هو مودس اي زيرو لازم يبقى اقل من اي ان. اي ان دايما موجبه طبعا. هتقول لي ليه ما خدتش مودس؟ لان معروف الاي ان موجب، لان انا اصلا المعادله كلها ايه؟ ظابطها من اول. ده شرط. الشرط الثاني الشروط دي اسمها ان ناقص واحد كونسترينت. الكونسترينتس دي معناها معناها قيود او شروط. ولازم كمان اروح للبي زيرو المودلس بتاعها يبقى مودلس اقل اخر قيمه لبي، ومودلس زي زيرو يبقى اكبر من اخر قيمه لسي. يبقى تاني اي زيرو هنا اقل من ان، لكن بي زيرو وسي زيرو يبقى اكبر من القيم الاخيره لقيم بي. طب بي
الكام الاخيره البي وسي اجيبها من فين؟ من الجدول. بص كده هتروح، بص كده شايف الرو الثالث، الرو الثالث اهو، ادي بي 0 اهي، وادي البي الاخيره بي ان ناقص 1. هتروح للصف الخامس بتاع سي، يبقى ادي سي 0 وادي سي ان ناقص 2. وبعدها الصف السابع بتروح دايما لمين؟ للصفوف المين الفرديه. ادي A0 وادي AN، لازم مودولس A0 اللي هنا تبقى اقل من AN، لازم مودولس B0 يبقى اكبر من مودولس البي ان ناقص 1، مودولس C0 يبقى اكبر من مودولس اللي هو المين الروز الفردي. طيب نشوف مثال ده من الكونديشنز كلها. مثال عندنا بالمعادله بالشكل ده اهي، ده المقام، هو جاب الكلوز لوب طلعت الاف زد كده، دي تاخدها تحللها بالاله عادي. حلو، طيب لا في الاول ركز معايا كده، زد تربيع ناقص زد زائد الحد المطلق، زد مترتبه ترتيب تنازلي، كل الباور موجوده، المعاملات موجوده، تمام. اول حاجه الام ب 2، لازم تبقى عارف ان الام ب 2 كده، الام ب 2 حلو. عدد انا هعمل الجدول، الجدول بيتحدد بعدد صفوف، عدد الصفوف ده اعرفها ازاي؟ قلنا عدد الصفوف عباره عن 2 ان ناقص 3، 2 ان ناقص 3، قبل ما اعمل الجدول اعرف عدد الصفوف. ركز معايا كده، عدد الصفوف يبقى 2 ان ناقص 3، ده عدد الصفوف عندنا ناقص 3 بتساوي 2 في 2 ب 4 ناقص 3 يطلع كام؟ 1. عندنا كام صف؟ عندنا صف واحد، صف واحد. باجي كده اقول له رو زد اس 0 زد اس 1 زد اس تربيع، اجي هنا احط مين؟ خلي بالك زد اس 0، ابدا بالحد المطلق، بعد كده الحد اللي بعده، وبعد كده الحد ده، يديني رو واحد، لان عدد الروز من المعادله دي. تمام؟ حلو قوي. جبنا مين؟ الجدول بتاعنا اهو. اجي بعد كده اجي اول حاجه اختبر اف اوف 1، اجي للمعادله دي احط 1 مكان زد، يبقى 1 ناقص 1 زائد دي يطلع 6 من 10. الشرط بيقول ان اف اوف 1 لازم تبقى اكبر من 0، فعلا اف اوف 1 اكبر من 0 يبقى الشرط اتحقق. يبقى اول شرط اتحقق. الشرط الثاني اعوض عن زد بسالب 1، سالب 1 القيمه دي ايه؟ اعوض عن سالب 1 تربيع ناقص ناقص 1 زائد القيمه دي تطلع بالقيمه دي. الان هنا مين؟ زوجيه، الان ايفن زوجيه. طول ما الان زوجيه لازم القيمه دي تبقى اكبر من الزيرو. هل اف سالب واحد القيمه دي اكبر من زيرو؟ اه اكبر من زيرو، عشان الان عندنا ايفن، الان عندنا ايفن. لو قد حضرات يبقى الشرط مختل، لا هي ايفن فعلا، الشرط متحقق ان القيمه اكبر من زيرو. هروح لاي زيرو، اول رو اهو، اول رو يبقى بحقق كونديشن واحد، اف زيرو اهي اهي لازم تبقى اكبر، المودولس بتاعها اكبر من اي ان. هل الاي 0 كمودولس اهي والاي ان بواحد، هل مودولس اي 0 اكبر من واحد؟ سوري اقل من واحد، الشرط بيقول اقل من اي ان، يبقى مودولس اي 0 لازم يبقى اقل من اي ان. هل الشرط متحقق؟ اه متحقق. يبقى عندنا كده كل الشروط متحققه، يبقى السيستم ستيبل، كل الشروط متحققه في السيستم ستيبل. في نقطه مهمه هنا بتقول لي فين البي ان والبي 0 والحاجات دي، ما هو الرو هو رو واحد. وفعلا لو خدت المعادله دي حللتها يطلع عدد الجذرين، لو جبت المودلس بتاعهم هيبقوا اقل من واحد، معناها داخل يونت سيت، ده في التحليل العادي. ناخد مثال تاني، تكعيبيه الان ب 3، عدد الروز 2 ان ناقص 3، 3 في 2 6 ناقص 3 يطلع 3، يبقى عندي 3 صفوف بس. يلا كده ادي رو زد اس 0 زد اس 1 زد اس 2 زد اس 3، ايه معاملات الزد؟ اصلا المعادله دي لازم تساوي الزد. المهم بنيجي اول حاجه بناخد عكس عكس الترتيب، يبقى الحد المطلق الحد الرابع 3.8 1. تمام، خلي بالك دي اي 0، القيمه اللي هنا دايما في الرو الاول بتبقى دي اي 0. فابتدي اخد الصف الثاني، الصف الثاني بعمله معكوس الاول، الواحد هنا 3.8 ل 4 بعكس الطريقه، ببدل اماكن، باجي المحدده 8 من 10 في 8 من 10 ناقص 1، 8 من 10 في 8 من 10 ب 64%
ناقص 1 يديك سالب 63%. اجي هنا ال 8 من 10 في 4 ناقص 1 في 3 و3 من 10 يطلع سالب 1 من 10. ال 8 من 10 في 3 و3 من 10 ناقص 1 في 4 يطلع سالب 1 3 من 10. ادي الرو الثالث. هم عدد كام رو؟ 3. 1 2 3 يبقى اقف خلاص كفايه كده. ما كملش. اروح اجيب حضرتك اف اوف 1 اعوض عن زد هنا بواحد تطلع بالقيمه دي. اف اوف 1 اكبر من 0 الشرط ده اتحقق. اول شرط. الشرط الثاني اعوض عن سالب 1. سالب 1 القيمه تطلع بسالب 9 من 10. ال n odd يبقى ال n odd طول ما ال n odd يبقى f في سالب 1 لازم تبقى اقل من 0. هل ال f في سالب 1 اقل من 0؟ الشرط متحقق لان هي بسالب 9 من 10. يبقى كده الشرطين دول متحققين. نروح لل n ناقص 1 شروط n ناقص 1 الثانيه. الشروط الثانيه اللي هي مودولس a 0 اهو ال n اللي هنا بواحد. هل a 0 مودولس اقل من n؟ 8 من 10 اقل من 1؟ الشرط ده متحقق. الشرط الثاني الخاص ب b 0 يبقى دي b 0 ودي ب n ناقص 1 تمام؟ يبقى دي b 0 ودي ب n ناقص 1. هل ال b خلي بالك ايه؟ هنا الـ بجيب المودولس لدي ودي يبقى b 0 عندنا بدي وال b n ناقص 1 اللي هي 2 بالقيمه دي. هل مودولس بي 0 اللي هو 36% اقل من 1.36%؟ كمودولس بلغي الاشارات لحضراتكم وفعلا الشرط ده متحقق. يبقى الشرطين دول الشروط دي حضرات الشرط ده والشرط ده اللي هو خاصين بشرط واحد اسمه ان ناقص 1 من كونسترينتس اللي هو قيود او شروط الان ناقص 1. بص معايا كده. سوري المودولس بي 0 اقل من مودولس بي ان حضرات ده مش الشرط. القيمه هنا 36% 36% والقيمه دي 1.63%. الشرط اصلا الشرط عندنا ان بي 0 تبقى اكبر من مودولس بي ان ناقص 1. يبقى هل ال 36% اكبر من 1.36%؟ لا الشرط ده مش متحقق. يبقى سيبك من دي يبقى اول حاجه الشرط الاولاني متحقق. الشرط الثاني ان لازم البي 0 تبقى اكبر من البي ان ناقص 1 اللي هي القيمه دي اللي هو 36%. هل اكبر من 1.36%؟ خلي بالك بشيل الاشارات لان شغال على المدرسه. لا الشرط ده مش متحقق. طول ما الشرط ده مش متحقق يبقى اصلا من السيستم انستيبل وفعلا لو خدت المعادله اللي فوق حللتها يطلع القيم عندي بالشكل ده. القيمه دي كم مودولس اقل من 1؟ يبقى ده جوه اليونت سيركل. لو خدت دي وجبت لهم المودولس حضرات هيبقى خارج اليونت سيركل. يبقى الشرط ده كده اختلف. يبقى مين؟ السيستم انستيبل. تمام؟ طيب نروح للرينج اوف كي. نفس السيستم اللي فات ادي زيرو اوردر هولد مع الجي. خلاص؟ مع الجي اوف اس. مضروبه بس في الكي. هنا في كي. عايز الرينج بتاع الكي اللي يخلي السيستم ستيبل. الموضوع سهل جدا. ادي الفورورد باس كي في زيرو اوردر هولد في جي حضرات الاثنين في بعض دي هسميها جي اوف زد كاب اهو. يبقى الكي في الجي هنا في الكلوزد لوب هنا هيبقى مين؟ الفورورد باس في الاتش. يبقى كي في الجي اوف زد في الاتش تبقى كي جي زد لان الاتش بواحد عندها. نفس المعادله بس البيت الكي في الباس من الفورورد باس عندنا هضرب دي في دي بالجي كابيتال. يبقى الكي في الفورورد اهو في الجي واحد عكس الاشاره في الكلوز لوب زائد الفورورد باس في الفيدباك كله كده باخد اللوب كله. يبقى الكي في الجي في الاتش والاتش بواحد يبقى كي جي بس. تمام حضرات؟ طيب نفس النظام. يبقى دي معادله مين؟ المقام اهي. يبقى خلي بالك المقام واحد زائد كي جي. خلي بالك من المقام كويس عشان هنحتاجه بعدين. تمام؟ طبعا الزيرو اوردر هولد والجي عندك هي الواحده الاس زائد في اس زائد واحد اللي انا جايبها من شويه في الاول مين فيديو فوق. حلو. والزيرو اوردر هولد معادلته معروف. هتروح تاخد دي في دي تضربها وتخلصها تطلع معادله مين؟ الجي اوف زد. الجي اوف زد طلعناها من شويه هي نفس المعادله دي اللي كانت فوق. خلاص اللي انا جايبها فوق في المثال اول الفيديو رحت ضربتها في الكي
يبقى اعمل ايه؟ اعوض في 1 زائد كي جي اهي تساوي زيرو، يبقى 1 زائد الجزء ده 1 زائد كي جي اهي هتساوي زيرو. وحط المقامات اهي بتساوي زيرو، يبقى البسط بيساوي ايه؟ البسط بتساوي زيرو، ده البسط اهو. ما تنساش ان زد تربيع وادي زد في القوس، ومعانا ده الحد المطلق. يعني بتلم كل ترم مع بعض. تمام؟ يلا من غير ما تعمل الجدول، من غير ما تعمل الجدول، او ممكن تعمل الجدول عندنا، لان زد تربيع 2 ان ناقص 2 ان ناقص اهو، ممكن اقول كده الجدول ببساطه، ركز معايا كده، ادي الرو، مش محتاج اعمل جدول طبعا هنا عشان ايه، ادي الرو، زد اس 0 هنا، زد 1 اس 1 زد تربيع، تمام، زد اس 0 اللي هو مين الحد المطلق ده اللي هو 3 6 8 زائد 2 6 4 8، واخد الترم ده حضرتك حطه هنا والزد تربيع هنا. المهم ده روح، ركز معايا كده، ابتدي اطبق شروط. هو عايز قيمه الكي اللي تحقق تخلي السيستم ستيبل، امشي عمليه عكسيه، احقق شروط، بقول له عشان السيستم يبقى ستيبل لازم تبقى اف في واحد اكبر من زيرو. عوض عن الزد بواحد، لما عوض عن الزد بواحد، الزد بواحد عندنا تطلع المعادله بالشكل ده، اجمع تطلع القيمه دي في كي، يبقى القيمه دي كلها مضروبه في كي لازم تبقى اكبر من واحد، طول ما القيمه سوري اكبر من زيرو، عشان القيمه دي تبقى اكبر من زيرو يبقى كي اكبر من زيرو، ده اول كونديشن. نروح تاني الكونديشن اللي بعده، اف اوف سالب واحد، عندنا خلي بالك المعادله زد تربيع، تربيع يبقى الان ايفن، يبقى اف اوف سالب واحد عشان تربيع، يبقى اف اوف سالب واحد لازم تبقى كام؟ أكبر من زيرو عشان مين؟ عشان يبقى السيستم ستيبل. بعوض عن زد بسالب واحد، ما تغلطش، بعد التعويض عن زد بسالب واحد طلعت المعادلة دي. يبقى المعادلة دي لازم تبقى أكبر من زيرو. عشان تبقى أكبر من زيرو وديت القيمة الناحية التانية بالسالب وقسمت على القيمة سالبة، تاني آخد القيمة دي اللي هنا دي أهو سالب كذا كي أوديها الناحية التانية. عشان تبقى بالموجب، يبقى القيمة دي اللي هو 1/10 كي هتبقى أقل من القيمة دي، اقسمها عليها تطلع أقل من 26، والقيمة دي يبقى كي أقل من 26 31 وأكبر من زيرو. لسه في شرط كمان، فين الـ A0؟ أدي الـ A0، تمام؟ وأدي مين الـ AN، لازم يبقى مودولس A0، طول ما مودولس A0 لازم يبقى أقل من الـ AN، لازم أطبق الشرط ده أهو. مودلس اي 0 اقل من اي ان، تمام، يبقى اي 0 اهو والاي ان اهو، خلي بالك مودلس، مودلس عندنا باخد القيمه الموجبه بس، شلت المودلس اقل من واحد، يبقى القيمه دي ودي دي الناحيه الثانيه ودي دي من هنا، خلصتها طلعت عندنا الكي عندنا هتخلص دي، تلقى القيمة دي حضرات القيمة دي هتبقى كذا على كذا، هتطلع تقريبا 2 كي هنا تبقى أقل من 2 9 3 9 3 9. خلاص عندنا الكي، أول حاجة كي أكبر من زيرو، الكي عندنا هنا أقل من 26، أقل من 26 وأقل من 2.3، يبقى أكبر من زيرو واقل من 2.3 واقل من 26، طبعا عشان الشروط اخد شرط كومان بين كلهم، اقل من 26 واقل من 2.3 لازم، طبعا لازم الشرط ده اللي يتحقق، لازم تبقى 2 اقل من 2.3 عشان كده الكي تبقى اكبر من الزيرو واقل من 2.3. خلاص تمام. طيب نفس النظام، ناخد مثال ثاني اهي، اس 4 يبقى ادي رو 4، عدد الروز 2 ان ناقص 3 اللي هو يدينا 5، هروح نجيب هنعمل الجدول دلوقتي، اف في واحد عوض عن زد بواحد طلعت بكام؟ بدية الان ايفن يبقى اكبر من زيرو، ده صح، الان ايفن يبقى اقول اف في سالب واحد طلعت عندي بالقيمه موجبه اهي، طول ما ايفن يبقى لازم القيمه دي موجبه، طول ما ايفن يبقى اف في سالب واحد لازم تبقى موجبه، لو الان اود لازم اف في سالب واحد تبقى سالب،
اي شرط يختل من دول الحضارات يبقى سيستم ان ستيبل على طول. اه القيمه اكبر من الزيرو يبقى الثاني شرط اتحقق. نروح للجدول، الجدول مهم طبعا اهو. جبنا ايه؟ زد، كل المعاملات موجوده وكل حاجه مترتبه. رحت خدت زد وفي زيرو معاملتها اهي. الرو ده قلبته واجيب القيمه الاولى، اخد ده العمود ده اضربه في العمود الاخير. الاخير يديني الحد الاول، العمود ده في العمود اللي قبل الاخير يديني الحد الثاني. هكذا. واجي بعد كده الصف ده اقلبه هنا. خلاص؟ واجي برضو خلي بالك العمود ده مع العمود الاخير يديني الحد اللي هنا. تمام؟ العمود ده مع العمود اللي قبل اللي هي الاخير يديك الحد اللي هنا. وهكذا. فانا جبت كله. بعد ما جبت كله دلوقتي ابتدي اقول الاي ان عندي مودولس ب 2%، الاي ان ده الاي 0، الاي ان بواحد. اروح اشوف الشرط، لازم مودولس اي 0 اقل من واحد. هل القيمه دي اقل من دي؟ اه، يبقى الشرط متحقق. نيجي للبي 0، اسمها بي 0. بي 0 عندنا القيمه اهي. وعندنا البي الاخيره دي اسمها بي ان ناقص واحد اللي هي بي 3. خلاص؟ البي 0 قيمتها اهي كمودولس، والبي ان ناقص واحد اللي هي بي 3 قيمتها اهي اللي هي 14 من 100. لازم البي 0 تبقى عندنا لازم تبقى اكبر من القيمه دي، لازم القيمه دي تبقى اكبر من دي. هل القيمه دي اكبر من دي؟ اه دي اكبر من دي، يبقى الشرط متحقق. دي سي 0 برضه، ادي مين الفرد سي 0، وادي سي ان ناقص 2، سي ان ناقص 2 انت ماشي اللي هي سي 2. خلاص؟ لازم القيمه دي برضه تبقى اكبر من دي. تعال نشوف كده. ادي السي 0 مودولس اهي، والسي ان ناقص 2 اهي. هل القيمه دي اكبر من دي؟ لا، يبقى الشرط اصلا بيقول كده. هل الشرط ده متحقق في القيم؟ لا مش متحقق. يبقى مش متحقق، يبقى عندي في شرط اختل منهم اهو. الشرط طول ما اختل يبقى لازم السيستم يبقى انستيبل. معنى كده ان في جذر او في اما عندي جذور او اوتسايد زي يونت سيركل. معنى كده ان في جذور خارج اليونت سيركل. عددهم كام؟ او هم ايه؟ ما اعرفش. خلاص؟ تمام يا حضرات؟ كده اتمنى ان الاستابيلتي مفهومه. يبقى لازم عندي بلوك ديجرام، اجيب الكلوز لوب، اخد معادله المقام هي اللي اطبق عليها الشروط. وخلي بالك لازم الشروط تبقى كلها متطبقه. لو الشروط ما اتطبقتش يبقى في عندي السيستم انستيبل، لو شرط فيهم اختل يبقى السيستم انستيبل. اتمنى تكون كده من الفكره وضحت.